الجبنة القريش دايما معانا في رمضان ودايما معانا في الأيام العادية. عملت فيها فلاحة وقلت ايه اما اتشطر كده واعمل حاجتي بإيدي احسن من اي حد تاني. شايفين القشطة؟ شايفين 2 كيلو لبن عملوا ايه؟ حلوين رضا والحمد لله. شرش اللبن ده كل المعجنات بنعملها بيه، ويا سلام بقى لو عندك شوية مش وتحطيه عليه، يا سلام يا سلام. وكل سنة وحضراتكم طيبين. تيجوا نشوف عملنا الحلو ده ازاي. ما تنسيش لو اول مرة تشتركي في قناتي يا ريت تشتركي وتفعلي الجرس علشان خاطر يوصلك كل حاجة حلوة انا بعملها على قد ما حسنائي البسيطة. يا رب يعجبك عمايل ايديها ان شاء الله. وكل سنة وحضراتكم طيبين. نبدأ على طول ونقول حبايب قلب حسونة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إزيكم؟ أخباركم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بألف خير. كل سنة وحضراتكم طيبين ويتعاد عليا وعليكم بخير حبايب قلبي. النهاردة هعمل معاكم الجبنة القريش. بسم رب العالمين، أنا معايا 2 كيلو لبن. 2 كيلو لبن أهم دي حبايب قلبي، تمام. حبيت إن أنا أفضيهم قدامكم علشان تبقوا شايفين انا بعمل ايه. انا بصراحة عملتها، بس عرفت ان انا حطيت اللبن في مكان الهواء طاله. عملت الجبن قبل كده، دي فيديو انا عاملاه مخصوص علشان خاطر اوريه لحضراتكم التجربة اللي انا في حاجة فاتتني فيها حبيت ان انا اقول لكم عليها. هنحط دلوقتي اللبن بتاعنا ونغطيه يا حبيبة قلبي في الفرن. الفرن بتاعي يكون درجة حرارته ان انت استعملتيه وطفتيه. يعني ايه درجة حرارته؟ يعني يكون دافي، يكون دافي. خلاص هنسيبه ليلة كاملة حبيبة قلبي، ولو حسب حرارة الجو والجو برد يبقى 2 يومين. ايوان 2 يومين. اللبن ده جاي من غير ما نغليه، انا فضيته قدام حضراتكم اهو. خلاص هنتقابل ان شاء الله بعد ليلة، بس يتحط في مكان دافي والمكان ده سخن. خلاص يا حبايب قلبي هنعمل الجبنة الفلاحي وهناخد قشطة كمان. ازاي؟ كملوا معايا الفيديو حبايب قلبي، يلا بينا. حبايب قلبي وده الرايب بتاعي اهوت، بعد 2 يومين على حسب درجة حرارة الجو. ماشي، هننفع بقى منه القشطة كده. بصوا ركزوا كده، بصوا اهي شايفة خدنا قشطة وعملنا كمان ايه، وعملنا كمان ايه الجبنة بتاعتنا اهي حبيبة قلبي شايفة. يا رب تكون الصورة واضحة لحضراتكم وانا بشيل القشطة من اللي الرايب بتاعي. شايفين الفرق؟ باين صح؟ 2 كيلو لبن هناخد منهم قشطة ونخلي بيتنا فيه خير حبايب قلب حسونة. انا حابة ان انا ايه شوف القشطة عاملة ازاي بالصلاة على النبي. اهي انا بشيلها قدام حضراتكم اهو، وحسب الجو يا جماعة اللبن بتاعك حسب الجو. شايفين القشطة؟ واعملي جبنة عشان خاطر شهر رمضان من قلب بيتك. لو انتي فعلا مش عايزة تاكلي جبنة من برة هتعمليها انتي لولادك. بقى نشيل القشطة كده زي ما انتوا شايفين اهو، بصوا عشان انقل ايه، بصوا القشطة شايفين. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. قشطة هوريها لكم دلوقتي بس بعد ما ايه انا ارفعها بالطبق. شايفين هوريكم بقى القشطة بتاعنا اهو يا حبايب قلبي، والقشطة بتاعتي اهي شايفين. قشطه قشطه، مش قشطه غير قشطه قشطه، بلدي بلدي. دي بتتغمس وتتاكل كده بيبقى طعمها سكر. عندنا في الفلاحين بتتباع بالكيلو. حلو الكلام. وعادك الرايب اهو، هنعمله بقى ايه اللهم صل على النبي، هنعمله الجبنه بتاعتنا. انا هعمله في ايه يا حبايب قلبي؟ ركزي بقى. بس يا حبيبه قلبي ده مفرش ابيض اهو او حته بيضه عندك اللي هتعمليه فيه، بس تكون حاجه نظيفه وحاجه زي الفل. انا هعمل ايه دلوقتي؟ ركزي معايا اهو. بسم رب العالمين. طبعا انت شايفه الحته البيضه دي، انا هشيل الايه، بصي شايفه اللبن بتاعي اهو، شايفه اللبن متكتل اهو.
اول ما بتشيليه كده بالمعلقه بيحصل له ايه؟ بيبدا يجيب ميه. انا بقى هشيله اهو عشان بس ايه تبقى الصوره واضحه. شوفي اول ما بتشيلي، شوفي اهو، بصي شايفه المعلقه دي صغيره اهو. هجيب انا بقى حاجه اشيل الميه دي واحط القطع اللي هي الايه اللبن الرايب عشان المعلقه كانت صغيره. بصي قطع الايه اللي هيبقى معانا جبنه اهو، شايفه اهو، عشان يبقى انتوا شايفين هعمل ايه. احطه فيه حته القماشه كده اهو. هتاكلي جبنه وهتدعيلي، بس تدعيلي بالله عليكي انت حبيبه قلبي. وانت بتشيلي ده ممكن تجيبي كده ايه طبق وتشيلي منه الايه الميه دي، اوعي ترميها. ده اسمه الشرش بتاع اللبن او شرش الجبنه. بتعملي بيه ايه بقى يا حبيبه قلبي؟ بتعملي بيه كل المعجنات، اي حاجه عايزه تعجنيها اعجني بيها، حلوه قوي قوي قوي. عايزه تعملي مش هتاخديه وهتشوفي الطريقه عندي حبيبه قلبي فيديو لوحده، يعني ملو كل حاجه تتخيليها. بصي القطع اللبن اهي اهي، انا بحطها ازاي، بصي اهي، طبعا انا حطها في حته نظيفه اهي. بصي ده اللي انا هاخده هعجن بيه او احتفظ بيه. خلاص هجيب طبق دلوقتي وابدا اشيله منه، وادي قطع الجبنه بتاعتي اهي، شايفين حاجه كده ما اقولكوش. بصي اهو الصوره بتتكلم عن نفسها ولا ايه؟ انا كل ده ما فصلتش لسه الايه الميه، بس حابه ان انا اوريكم واوري حضراتكم انا بعمل ايه. بنقول عليه شرش اللبن، شرش اللبن اهو. بيبقى الميه دي لازم، الميه دي اللي بتفصل ما بين اللبن وما بين القشطه في عمليه الترويب. خلاص اهو حضراتكم تمام. وده ما بيترميش، بيتعجن بيه كل المعجنات اللي هتخطر على بالك دلوقتي، كل اللي هيخطر على بالك. ابدا بصوا خطوه بخطوه معاكم اهو. طبعا انت حطاها على ايه؟ على قماشه كده. اللبن بتاعنا راب اهو، شايفه 2 كيلو لبن، هتاخدي منه قشطه وهتاخدي منه شرش وهيبقى فل الفل كمان، شايفه حبيبه قلبي الكميه بتاعتي. طب انت هتعملي ايه يا حسناء؟ بصوا بقى يا جماعه القماشه بتاعتي اهي، هجيبها بالطول كده اهي، وهبدا اخليه بالطول، يعني اخليها بالطول ازاي؟ هقوم جايبه بقى اللبن بتاعي كده اهو، بسم رب العالمين اهو، اخليها بالطول تمام. شايفه بسم الله الرحمن الرحيم اهو. انت اللي هتعملي الشكل، هتعملي نظام رول. طبعا انت لو لقيت الرول بتاعك مش مظبط كده هتقومي جايبه المعلقه تاني اهي. بصي بقى اهي، بتاخديها كده وبتخليها تيجي من الناحيه دي ومن الناحيه دي، سهله خالص اهي. هتلفيها زي رول كده حبيبه قلبي اهي. عايزه تعمليها في المصفى اللي يريحك، احنا هنعملها من غير حصيره اهي، شايفه بسم رب العالمين اللي انا بتكلم فيه اهو. انا جايبه الحته التانيه بتاعتك اهي، بسم رب العالمين اهي. طبعا هي مبلوله ميه علشان خاطر هي لسه طريه، اوعي تسيبيها تنشف. استني بقى كده لازم تقفلي عليها ايه كويس. طبعا انا عملت فقه فلاحه بقى وقلت لا اعملها لاولادي عشان خاطر شهر كريم. بصي اهي هتاخديها زي رول كده اهي، رب تكون الصوره واضحه لحضراتكم. هي هت ايه هتجيب ميه بقى، شايفه هي هتجيب ميه، بس انت ممكن تبرميها، تنيكي تبرمي فيها كده بتاخد شكل الايه الجبنه. وانت بتعملي كده حبيبه قلبي الميه اللي بتنزل دي قلنا الشرش، قلنا الايه الشرش، سيبيه بس ما تسيبهاش ينزل قوي. بصي انا بعملها كده اهي اهي يا قلبي، هتاخد شكل الايه شكل الرول، بس انا مش عارفه اوريها لحضراتكم اهي، واخده شكل الايه الرول اهي. خلاص يا قلبي تبرميها وتاخد شكل الرول زي ما انت شايفه كده.
خلاص هتصفي بس ميتها كده بس ما تنشفش، وارجع اقطعها معاك وهي طريه. قلبي شكل الرول بتاعي اهو، انا رولتها كده تمام، لميت الايه اللي هي القماشه بتاعتي زي ما انت هتشوفي كده. بصي انا لميتها ازاي اهو، جبتها بقيت اجيبها كده واجيبها كده. بصي اهو هي لسه طريه، مش حاجه يعني، بس يا دوب شلت منها الميه. بصي انت بتعملي كده بينزل منها الايه الشرش بتاعها اهي. خلاص نبدأ بقى نعملها مع بعض ونقطعها علشان نشوفها مع بعضينا حبيبة قلب، عشان كده بقولك القماشة بيضة. لو انت بقى عايزة تعمليها بالمصفى مفيش مشكلة، هتيجي معاكي برضو، هي مش حاجة يعني، بس هي يا جماعة لسه ايه بصوا طرية ايه طرية خالص. سيبها بس كده ايه تلم شوية ايه. شوف انا عملتها ازاي ايه الرول كده. هنيجي بقى لما هي تبدأ تعمل شوية كده هنقطعها ايه مع بعض زي ما انتوا شايفين كده، بس انا عايزة ايه اقطعها وهي طرية علشان بصراحة الرول بتاع الجبنة زي ما انتوا شايفتوه كده. هعمل ايه بقى انا دلوقتي، هثبت بقى الكاميرا اهو عشان انا ايه بصوا اهو شايفين انا هفرده معاكم اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. 2 كيلو لبن اهم وحشين، وهوريكم قشطتهم دلوقتي. وحاجه كده يكفي، بصي يكفي ان انتي عاملاها في بيتك، يكفي ان انتي عاملاها في بيتك والله العظيم، كفايه قوي ان الواحد يعملها جوه بيته. اي حبايب قلبي نقطعها بايدينا اهو، حته الجبنه بتاعتنا هي طريه صح، انا قايله قطعوها وهي طريه. بصي بقى هي هتمسك نفسها شويه بشويه اهي، بس شايفين يكفي والله ان انتي عامله حاجه بايديكي، ويكفي ان الايام دي ربنا ما يكتب علينا ويكفينا شر الامراض يا رب اهي. وعملتي خير في بيتك. هتعجيني دي اول حاجه، اول حاجه هتعجيني بكل حاجه بالشرش. طبعا هي جت كده عشان الكبره انا حطاها في وش في وشكوا يعني. واي اخر حاجه طبعا انت هتسالوني طب احنا مش عايزين الجبنه كده، احنا عايزينها زي اللي بره. فكره حلوه قوي هوريها لحضراتكم. ايه هي بقى الفكره دي؟ هتجيبي حضرتك الشوكه وهي طريه، وهي طريه بصي اهو، وهي طريه زي الحصيره بالظبط. بصي اهي زي الحصيره بالظبط، بس لما هي ايه تمسك نفسها شويه يا جماعه عشان هي اصلا طريه لسه، معايا لسه طريه يعني. انا قطعتها كده هسيبها بقى ايه تمسك شويه وهوريها لحضرتك. يا حبايب قلبي هنبدا نرفعها وهي بقى خلاص حلوه قوي كده اهو، بس عشان تبقى ايه الكاميرا واضحه لحضراتكم انا هشيلها اهي، هتقطعها بقى هتحطيها فين؟ في الصينيه بتاعتك. بصي ايه ادي ايه اول حتة كده هوريها لحضراتكم. هنجيب بقى ايه حتة حلوة كده عشان خاطر اوريها برضو لايه لحضراتكم ايه. ايه رأيكم بقى جبنة جبنة ولا لا؟ يكفي ان انت عاملاها من ايدك، ويكفي ان انت بتعملي حاجة في بيتك بتبقي واثقة انت منها خالص. حبيبة قلبي كل سنة وانتو طيبة. هقطع بقى كل اللي قدامكو ده وهوريكو بقى حركة الشوكة ازاي، ولا هتستغني وهتستغني عن الحصيرة ومش هتستغني عنها تاني خالص، وهتجربي الطريقة على طول. حبيب قلبي دول 2 كيلو لبن ما شاء الله، عملوا الكمية اللي انتو شايفينها دلوقتي اهي بالصلاة على النبي، وادى القشطة بتاعتنا كمان اهي حبيبة قلبي، قشطة من 2 كيلو لبن شايفين. انتوا اللي ليكوا تحكموا بقى. ومعانا كمان حبيبة قلبي كمان حتتين جبنة اهمت، مش حاجة صغيرة ولا حاجة، ده حاجة تكفيك وتكفي ولادك. واوعي ترمي شرش اللبن ده، شرش اللبن ده بتعوزيه يا اما في المعجنات يا اما بتعوزيه حبيبة قلبي في مش، والمش ده حبايب قلبي بيتباع بره مش رخيص ولا حاجة، ده غالي لان الجبنة سعرها ارتفع، الجبنة الحادقة اللي هي بتبقى في الزلعة. في فيديو خاص انا عاملاه
يا ريت تتابعيني على قناتي منوعات حسناء على اليوتيوب، هتلاقي كل جديد ان شاء الله، ومن متابعتك ليا هتشوف الحلو بزيادة. والجبنة دي عمايل ايديا وحياة عيني، جربي يا حبيبة قلبي. واحنا في شهر كريم والايام دي يا جماعة صعبة قوي، عايزين نعمل كل حاجة بايدينا. وكل سنة وحضراتكم طيبين ويتعاد عليكم بخير يا رب. عمايل ايديا مش وحشة، لانها من ايدي اكيد هتفرحني. شايفين الجبنه؟ بس هي لسه طريه، هتمسك نفسيها كمان. وانت عايزه بقى تعمليها بالشوكه زي ما انا قلتلك، ممكن ان انت تعمليها كده اهو بحرف الشوكه كده، بتديها شكل كده يعني، فاهماني؟ حاجه بسيطه كده يعني. انا مش عايزاه ان انا اعملها كده بصراحه، انا حابه ان انا اعملها كده، وربنا يقدرني ويقدركم ان انتوا تعملوا حاجتكم بايديكم افضل واحسن واجمل من كده. كل اللي دخل قناتي انا بشكره وبقول له كل سنه وهو طيب، وكل الشكر والتقدير حبايب قلبي. وعمايل ايديا بتبقى حلوه علشان خاطر انا اللي عاملاها وعارفه انا عاملاها ازاي. كل سنه وحضراتكم طيبين ويتعاد عليا وعليكم بخير اجمعين، فضلا وليس امر. اللي يوصل معايا لحد كده ما ينساش، لو مش مشترك في قناتي على اليوتيوب قناة منوعات حسناء، يشترك فيها ويفعل الجرس عشان يصله كل جديد. ولو عجبك الفيديو وحسيت ان انا فعلا عملت حاجة كويسة، ما تنسينيش في لايك حبيبة قلبي، وشكرا. وياريت الكل يشير الفيديو عشان الكل يستفيد. والجبنة القريش خطوات سهلة وبسيطة، وعمايل ايديكي هتفرحك وتبسطك. وكل سنة وحضراتكم بألف خير. أترككم في رعاية الله وأمنه، وأقول لكم مليت البيت خير والحمد لله. كل سنة وأنتم طيبين. يلا حبايب قلب حسونا، في رعاية الله، مع السلامة.